من دعا ربه اليوم أن ينبض قلبه ولا يتوقف؟ من منا دعا ربه بهذا؟ كلنا الحمد لله القلب ينبض وأنت لم تدعو ربك بها. من دعا ربه اليوم أن يبصر بعينه؟ لما يستيقظ يفتح عينه يرى، وكلنا لله الحمد استيقظنا وأبصرنا. من منا دعا اليوم أن يبقى بصحته؟ والله عز وجل أبقى لك صحتك. من منكم دعا اليوم أن لا تتعطل السيارة في وسط الطريق؟ كلنا خرجنا إلى البيت ومعنا طبعا كأس القهوة الصباح، هذا أصبح روتين العائلة، وشغلنا السيارة وذهبنا للعمل وما تعطلت. أصلا أنت ما فكرت أن تتعطل بك السيارة، وما حاذا الله عز وجل أجر لك السيارة بلطفه. من منكم دعا؟ لا أحد. إذن الله عز وجل يستجيب لك مليار حاجة بلا دعاء، ثم تأتي لحاجة بسيطة تقول ما استجاب لي، أهذا حياء؟ أسألكم بالله، هل هذا يجوز بحق رب العالمين؟ أنت من الصباح أغرقت بالنعم، وها أنت تشرب وتأكل وتلبس وذهبت للعمل ورجعت من العمل وجسدك ما زال يعمل لله الحمد، وأنت ما رفعت يديك إلى السماء تطلب من الله عز وجل هذا. ثم تأتي ما جاءتني الرنجة يا شيخ، دعوت وما جاءتني، إيش أجتك؟ لاند كروزر. زين قل الحمد لله، بس ما هواها. قل الحمد لله، قل الحمد لله، يجب أن تعود لسانك هذا. لهذا إذا الله عز وجل شانه لم يستجب لك لأمر، يوجد حكمة. نثق بالله عز وجل أن تعمل كل هذه الأعضاء التي في الداخل، القلب والرئة والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة كل شيء يعمل. ثق بالله، ثم بأمور دنيوية يؤخرها الله عنك لا تثق به، لا تثق به، تقول لا أنا أريدها، أنا أريدها لمصلحة، لا، الله عز وجل يمنعها عنك لمصلحة. كما جاء في الأثر يأتي الرجل يقول اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلني غنيا، فيقول الله عز وجل اصرفوا عن عبدي هذا الغنى، الله عز وجل يقول للملائكة اصرفوا عن عبدي هذا الغنى فإني إن أغنيته طغى. رحمة بك، أضرب لك مثالا بسيطا، ابنك أطيب الطعام له الشوكولاتة، أليس كذلك؟ لكنك تمنعها عنه، لماذا؟ خوفا على صحته. أطيب الطعام له الحلويات ولكنك تؤتيه على مقدار معين، لماذا؟ لأنك تخشى عليه. فكيف برب هو أرحم بك وأكثر رحمة بك من أنت لولدك؟ علم لماذا الله عز وجل يؤخر الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس من شيء أكرم على الله من الدعاء. تخيل أنت الآن تعال اطرق باب رجل، ممكن طلب أول مرة أبشر فلك طيب ويصل الطلب، تعال مرة ثانية إن أخذ الطلب سترى اختلاف في ملامح وجهه. هكذا الناس، رب العزة اطلب مرة يحبك، اطلب ألف مرة يحبك أكثر من المرة الأولى سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد اللحوح، بمعنى لا تمل، اللهم أريد كذا أريد كذا اللهم أريد. ما استجاب لك؟ حكمة بالغة عند رب العزة، لماذا؟ لا نعلم. إذن إياك أن تقل يوما دعوت ولم يستجب لي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة إلا واستجاب الله له، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. تصور أنت طالما تقول يا رب استجيب لا تقلق، لكن لا تدعو لا بإثم ولا قطيعة رحم. كل شيء في الدنيا ربما يخذلك إلا الذي خلقه جل وعز.